يا هلا بيك أستاذ مصطفى العمر. اليوم نتذكر حبيبنا وأخونا سامي حداد، وأنت تعرفت عليه لما كنت في زيارته في لندن أعتقد 2018، وحكيت معه على التلفون أكثر من مرة وحكى لك نكتة أذكر. ثم قابلته بآخر 2018 لما قابل لما الجالي رحبوا فيه في مطعم وقاعة أدونيس. كيف رأيت سامي من الصوت إلى يعني وجها لوجه، لحما ودما وشعره الأسود والأبيض وضحكته الأبيض الأبيض؟ نعم تفضل. جميل. أولا أنا التقيت فيه أكثر من ثلاث مرات، يعني تقريبا ثلاث مرات التقيت فيه. وأما بالحديث يعني بالتليفون، تحدثنا كثيرا بالتليفون يعني، والفضل لك عندما كنت تتصل به أو يتصل بك، يعني دائما ما كنا نتحدث وكان يسمعني النكت العراقية يعني بالتحديد. نعم. وبصراحة عند الحديث عن الإعلام مثلا، فلا يمكن إلا التركيز والإشارة والإشادة إلى قطب مهم بالإعلام هو المرحوم سامي حداد. أنا بصراحة يعني عندما طلبت مني أن أتحدث عن المرحوم سامي حداد، كان في عندي نقاط على الأقل كانت تشدني كثيرا، هذه النقاط في شخصية سامي. ومن أهم هذه النقاط هي العصامية عند سامي حداد. سامي حداد لم يكن مسبوقا بالعائلة أن يكون أحدها رمزا إعلاميا كما هو كان، يعني هو لم يستند ولم يتكئ على سلفه، هو قام بنفسه، وهذه يعني يجب التأمل بها حقيقة. هذا الرجل الذي انبثق من واقع الأردن اللي فيه يعني فيه ما فيه يعني من إيجابيات وسلبيات، وهو قالها يعني بعد أن تخرج من الجامعة، حاول أن يجد عملا. نعم. لكنه يعني يبدو أن الإعلام أخذ منه مأخذ وهو صغير. هذه العصامية تشكلت عنده منذ الصغر وبنى عليها، وكان وصار سامي حداد الآن الرمز القطب العصامي الكبير. هذه النقطة الأولى. النقطة الأخرى اللي أنا أحاول أن أحللها في شخصية سامي الله يرحمه، يعني بحكم اللقاء وحكم المعرفة البسيطة على الأقل بالتليفون، التواضع. التواضع عند سامي حداد مفرط، أنا أعتبره حقيقي. فالرجل يتنازل عن عقود من عمره ليكون بمصاف الأعمار التي تقابله. يعني عندما أتحدث مع سامي حداد أجده بعمري، لطافة الحديث، الحوار الهادئ، تجد بين مفردة ومفردة مفردة نكتة. نعم. بين كلمة وكلمة تجد ضحكة، تجد ابتسامة. يعني حتى وإن كان يعني أنا أتذكر وأنت تتذكر أيضا في إحدى الحوارات، يعني كان أنا كنت يعني جادا في حديثي معه وهو كان جاد أيضا، لكنه حاول يعني بطريقة، يعني كان الموضوع حساس شوي، هو أخذه يعني بجمالية روح وأغدق علينا يعني بطريقة سلسة مرنة لتلطيف الحديث. نعم. النقطة أخرى يعني، وأنا لا أريد أن أسترسل، يعني سامي حداد كبير حقيقة، كبير بالعطاء، رجل 81 عام وهو يعني يغدق وينفق بثقافته بعلمه بسعة صدره. النقطة الأخرى الصرامة والجدية في عمله، يعني أنا لاحظت هذه النقطة من خلال زملائه، زملائه بالجزيرة وبالبي بي سي. وأتذكر وأنت تتذكر عندما كان معنا الصديق العزيز الإعلامي عبد الرحيم فقراء،
نعم. ذكر هذه النقطة أيضا، وهو أكدها طبعا سامي وزملائه أكدوها بلقاء الجزيرة، إذا تتذكر اللقاء اللي ضم نخبة من مع أحمد منصور، من نعم إعلام أحمد منصور، نعم نعم، كانوا هم كانوا يعني مجموعة من نقطة أخرى وأخيرة على الأقل أستطيع أن أقول انتماء سامي، انتماؤه الإنساني، انتماء طبعا كلنا العالم الآن كله يقول نحن إنسانويون ولطفاء وظرفاء وكذا، لكن هذا هاي الأنسنة اللي هنا يتحدث عنها أنا وغيري على الأقل هي فيها قيود. أنا وجدت أن سامي حداد إنساني شامل بدون قيود، يعني هو لا يتحدث عن مثلا المسيحي أو عن المسلم، عن العربي، عن الكردي، عن الأمازيغ، هو لا، هو ما عنده هذه القيود، هو عنده أنه الذي يقابله إنسان وكفى. وحقيقة هذه تعتبر النقطة الأولى إذا عدت يعني بمعاد أو بتصنيف المراتب، أنا أعتبرها يمكن هذه الأولى، لأنه هذا الإنسان الذي يخرج من قيوده الأولية، من بيئته، من حاضنته، ومن التلقين الأولي، ثم يخرج لك إنسان يعني لا يملك هذه القيود، هو يريدك أن تكون إنسانا فقط. هذه تعتبر إلى سامي حداد. طبعا نكات سامي حداد حديثه يعني ذكرت هذا المعنى، الجلسة معه، أنت تتذكر الجلسة الأخيرة اللي بالزيارة الأخيرة إلى أمريكا، جلسنا جلسة خاصة يعني بمعية الكبير الرائع أستاذ زهير عبد الحق، أخونا وصديقنا وعزيزنا، وكان دائما يعني مفضل وكريم حقيقة. جلسنا هذه الجلسة وكانت يعني من 4 أو 5 أشخاص، كان سامي يعني أصغر واحد فينا، يمكن أصغر واحد يعني بالحديث بالنكات. وتتذكر يعني عندما كانت معنا إحدى الإعلاميات كيف كان يعني يلاطف ويضارف، وجميلة حقيقة الجلسة مع سامي، الحديث مع سامي، الحوار مع سامي، وكله ثروة حقيقة. نعم كانت معنا الأستاذ سعاد مسعود. نعم نعم. تعرف أستاذ مصطفى العمري، كما قلت كان يعني لأنه كما قلت رمز من رموز الإعلام معروف، ولكن كان متواضع. اسمع ما قال عنه الإعلامي محمد كريشان هلو مع الجزيرة لما قال وفاة العزيز سامي حداد، إذاعة الأردن إذاعة البي بي سي يتحدث عنه، قل لن أنسى مساعدته لي لدخول عالم التلفزيون في عام 1995 في لندن، ونصائحه الدائمة والصارمة. شايف فيصل القاسم يقول رحم الله أستاذنا ومعلمنا وزميلنا سامي حداد الذي كان من أبرز رجال الإعلام العربية في المستوى العربي. الإعلامية إيمان عباد كان رفيق الشاشة معنا، رفيق العمر والشاشة. جمال ريان كتب أحد عمالقة الإعلام العربي وأبرز جهود قناة الجزيرة، رحمة الله أستاذنا معلم ومعلمي رحمة الله. يعني هؤلاء اللي في اليوم نراهم على شاشة الفضائية الجزائرية الجزيرة، هم يعني تدربوا على يد سامي أستاذ مصطفى العمري. هو شوف أستاذ سمير، يعني حتى الإشادة بسامي، الإشادة به يعني ناموس إنساني أعتبره، يعني قاعدة إنسانية تلقائية، وهذا جميل. المهم لا أعتبره بالإشادة، أنا لا أعتبره بإجادة التواصل مع المنهج. سامي حداد كان يمتلك أو يملك منهجا، هذا المنهج اللي أنا حاولت أن أختصره بأربعة نقاط. أنا أتمنى علي وعليك وعلى مستمعيك
أن يأخذوا نتف على الأقل، أشياء من هذه الشخصية. الرجل الذي كان يعني لنقل مدرسة، وهو كان مدرسة بالإعلام، يعني على الإعلامي أن يأخذ، يعني اليوم الإعلاميين كل الإعلاميين اللي موجودين هنا أو بمناطق أخرى، أن يقتبسوا من حياة وحياة سامي حداد الإعلامية، من إلقائه، من دعة كلامه، صراحته، وجرأته كمان. عندك كان جرأة أستاذ مصطفى العمري؟ أكيد، يعني هو هذا مطالب في الإعلامي أولا. الإعلاميين الآن اللي يعني بالمنظومة العربية مطالبون بهذا المعنى. ثم نحن اللي غير إعلاميين، نحن مطالبون بالتفتيش بشخصية سامي وبالشخصيات اللي مشابهة له. وأنا يعني أركز كثيرا على هذا الحس الإنساني العالي اللي عند سامي صراحة، يعني جدا أجله فيه، يعني وأتمنى أن أصل إلى هذا المستوى، مستوى خلاق جدا. يعني هو لا يتعاطف مثلا، يعني أشار أستاذ زهير قبل قليل على أن لو كان سامي موجود الآن لصوته له يعني قوي. سامي لو كان موجود الآن لوجدت أن اللغة العاقلة، الصوت الهادئ لكن بطريقة معبرة وبطريقة إنسانية واضحة، يعني هو لا يتمترس مع مجموعة دون مجموعة، لا، هو يتمترس مع الإنسان. وهذا اللي فقدناها للأسف، في ناس يعني تتخلى عن أدبياتها الأولى، عن ثقافتها، عن كل ما تؤمن به بداخلها، لأن الآخر المصاب لا ينتمي إلى عقيدتي، لا ينتمي إلى مذهبي، لا ينتمي إلى ديني، لا، وهاي اللاءات الكثيرة. نعم. بينما هؤلاء الذين يتمتعون بنفس إنساني عالي كما تحدثنا عن سامي حداد، هؤلاء قياساتهم مو قياسات الانتماء، قياساتهم قياسات الإنسان. وهذا الحقيقة مفقود بنسبة عالية في ثقافتنا العربية والإنسانية بشكل عام طبعا. شكرا أستاذي مصطفى العمري، الله يرحم أخونا سامي حداد، يرحم أمواتك. بشكرك على هذه المداخلة. شكرا لك أستاذنا مصطفى العمري، يا هلا بيك. شكرا لك. يا هلا.